مؤتمرات طبية، مشاركة فاعلة في النشاطات المختلفة. كما واسمحوا لي بأن أرحب بضيوفنا الأعزاء والأشقاء والزملاء نقباء أطباء العرب ومرافقين الذين شرفونا بضيافتهم الكريمة من الدول العربية الشقيقة، شاكرين لهم اهتمامهم وتلبيتهم لنا في أعمال هذا الحدث الطبي. وهذا إن دل فإنما يدل على رغبتهم الأكيدة وحرصهم الشديد على فتح آفاق التعاون المشترك بين كافة أطباء الأسنان في الدول العربية، وذلك للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا المعاصرة ورفضها إلى المواطن العربي في شتى الأقطاع العربية. وللحصول على آخر المعلومات المتطورة في صناعة الأسنان بالعالم، يقوم المركز بتنظيم المؤتمرات الطبية بحضور أمهر أطباء الأسنان في العالم، يتم من خلالها تبادل الخبرات وآخر الإنجازات العلمية.